إذا والله الموز زاكي، والرز زاكي، والخبز زاكي، يعني الحياة بدون رز وخبز يعني شو هالحياة؟ شو بدنا يعني شو بدنا ناكل أكثر أقل من هيك؟ يعني هذول الواحد بشيل فيه بشد فيه حيله. يعني صراحة مش رايك من الواحد يعيش بدونه. وأنا لما أجي أسوي دايت كابتن لازم أخفف هذول دايما بيقول طب ليش؟ يعني صراحة هذول الزكية هذول الواحد بيعيش وراها يعني. هسا احنا فعليا لازم نوقف الكربوهيدرات عشان نسوي دايت. بالنسبة للكربوهيدرات جماعة بطاطا، معكرونة، شوفان، رز، خبز، بشكل عام كل الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة في الجسم. غير المصدر الأساسي للطاقة في الجسم ليش؟ يعني هي صراحة نحكي بالعامية أكثر إشي ممكن الناس تاكله وأكثر إشي شائع في أكلاتنا الرز والخبز والمشغلات زي هيك، فإحنا ما نقدر نتخلى عنها. ما بيجي والله بحكي أنا عشان أسوي دايت أنا أوقف الخبز، أوقف الرز، أوقف الموز. في نسبة وتناسب، أنا لازم آخذ كمية معينة على أساس إني ما آخذ زيادة عن احتياجي، إني هون وقتها بصير عندي مشكلة في الوزن. أما شغلة الوزن أنا بدي أوقف الكربوهيدرات أو أوقف الرز أو أوقف الخبز أو أوقف الموز أو أوقف البطاطا، هذا الحكي أول شيء غلط، غلط كبير طبعا. لأنه بطل فيها الطاقة في الجسم، لأنه هي المصدر أساسها الطاقة في الجسم. الكربوهيدرات أساسها سكر الجلوكوز اللي هو بينتقل مع الدم ليوصل للخلايا حتى يعطيها الطاقة عشان تشتغل. فبدون الكربوهيدرات ما راح تشتغل معك الطاقة، وخاصة الكربوهيدرات تنحرق في الجسم أسرع من البروتين والدهون. البروتين والدهون بدهم شوية وقت أكثر من الكربوهيدرات. ف يعني اللي بيجي يمسك دايت يا جماعة احسبوا صح، لا تحرم حالك من الكربوهيدرات خاصة من الخبز حتى الرز. الخبز يعني اللي بيجي بيحكي لنا مش كبت الخبز احسب صح، بس انت جيب يعني اعرف قديش في الخبز انت نوعية بتجيبها قديش فيها سعرات حرارية، وحسبها من ضمن سعرات حرارية تبعتك وضمن الحسابات تبعت الكربوهيدرات تبعتك اللي هي الاشخاص الطبيعيين العاديين غير الرياضيين او حتى في بعض الرياضات، يعني الرياضات العادية الجهد يكون فيها متوسط، هي تجيب وزنك اضرب 2 بالعشرة او 3 بالعشرة حسب الجهد انت بتعطيه، بعطيك انت قديش بدك نسبة الكربوهيدرات. فلا تحرموا حالكم، لا توقفوا اكلكم مع عائلتكم، يعني تمسك دايت مش بطل اكل مع العيلة، لا لا كل صح، بس تحسب كمياتك بس، يعني الموضوع مش كبير ولا موضوع معقد، انت تحسب صح كل صح توصل نتيجة بدك اياها ان شاء الله. فلا تحرموا حالكم وخذوها بسلاسة وبساطة، بس احسبها صح. يعطيك الف عافية.